تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية، نظمت جمعية السكري البحرينية حفل ختام برنامج أكاديمية البحرين للسمنة وختام مسابقة تحدي المشي في نسختها الثالثة. وحضر الحفل كل من سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة والرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد الأنصاري وعدد من المسؤولين والمعنيين. بهدف مكافحة السمنة ومرض السكري وتثقيف العموم وتمكين الأفراد وأخصائي الرعاية الصحية ودعمهم، اختتمت جمعية السكري البحرينية برنامج أكاديمية البحرين للسمنة ومسابقة تحدي المشي في نسختها الثالثة بمشاركة أكثر من 40 طبيبا من مختلف القطاعات الصحية وأكثر من 70 مشارك. معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أكد خلال حفل الختام أهمية هذه المبادرات في الوقت الحالي الذي يعتبر فيه مرض السمنة هو أحد الأسباب التي تؤدي للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأحد أهم أمراض العصر المزمنة. هاي من أهم البرامج الحقيقة لرعاية الصحة وتشجيع يعني الحياة الصحية في البحرين، والحقيقة أنه استفاد منه الكثيرين، والكثيرين الحقيقة فوق يعني بهالطريقة نزل وزنهم إلى الوزن المناسب وفقدوا كميات كبيرة من يعني السمنة وأصبحوا في يعني وضع صحي أحسن. جمعية السكري البحرينية أطلقت هذه المبادرات لتصل إلى الأطباء من مختلف القطاعات الصحية الأولية والثانوية من المنتسبين للمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة لنقل المستجدات الطبية للعناية بمرضاهم للوقاية والتشخيص والعلاج المناسب للسمنة بأساليب علمية وعملية محفزة لتغيير أسلوب الحياة، كما اهتمت بتثقيف العموم بشكل مستمر من خلال وضع استراتيجيات تدمج برامج العاملين في القطاع الصحي والمجتمع. من خلال تواجدها في اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة لها العديد من المبادرات، ومنها هذه المبادرات اللي هي الوقاية من السمنة. مبادرة ابتدتها من 3 سنوات تحدي المشي، نحث الناس على ممارسة الرياضة بانتظام. والبرنامج الثاني هو أكاديمية السمنة، وهو تدريب للمختصين والمهتمين مثل الأطباء في كيفية المتابعة وعلاج وإعطاء الإرشادات الصحية للوقاية من السمنة وزيادة الوزن، وبالتالي تقلل من هذه الأمراض المزمنة. طرحنا البرنامج من سبتمبر 2021 وانضم لنا عدد من الأطباء من القطاعين العام والخاص، وتم تدريبهم ليكونون على قدر عالي من الكفاءة في تشخيص والوقاية وعلاج مرضى السمنة. من المهم أن ندرك أن السمنة من المسببات الرئيسية للسكري من النوع الثاني، وهي مجتاح العالم وتسبب الكثير من الأمراض، فدورنا أن نكون قاعدة من الأطباء قادرين على التعامل مع مرض السمنة. كذلك بيكون في برنامج اللي هو تكريم المشاركين في ختام حفل تحدي المشي. نتائج مميزة حققتها المبادرات وردود فعل مستمرة إضافة إلى الإقبال الملحوظ أكد زيادة الوعي المجتمعي بالمشاكل الصحية ومتابعة التطورات الحاصلة في القطاع الصحي للحفاظ على صحتهم وتغيير أسلوب حياتهم إلى الأفضل.